السلام عليكم. أعيد افتتاح المنتزه المائي أو المركب المائي أو الحاضرة المائية لحاضرة التسلية في مدينة بسكرة أكوا بالم، واللي يعد أكبر حاضرة مائية في الجزائر وربما واحدة من أكبر الحظائر المائية في إفريقيا. إذا تم افتتاحه هذه السنة بألعاب جديدة وبتوافد كبير للزوار من ولاية بسكرة وكل ولاية الوطن. على كل حال نخليكم تتابعوا هذه الصور نتاع إذن هذه الحظيرة المائية الضخمة في على أبواب الصحراء الجزائرية. والسلام عليكم. هذا